هاي وذ يو سامي فرج فروم سامي اف شانل. اليوم راح اقول لكم كيف تعملون الريفويس. اللي ما في عندهم حركه يسوون الريفويس، يعني اذا جاي ستايل ايقاع عندك ايقاع وتبغي تغير البيز ماله، تبغي تغير الكوردات ماله بكل سهوله. بختار انا الحين من مجموعه البلدي هذا، اسمع معي البلدي. اسمع. المصاحبات البيز موجود. كيف تغير البيز وتغير الايقاعات والمصاحبات؟ تروح على ميكسر، تروح على كلمة بيج فوق في العناوين، اللي تروح على ستايل، تضغط على ستايل تفتح معاك 8 تراكات الستايل. لاحظ الحين انا بغير البيز، البيز هذا مثلا جاي معاه، لاحظ معي، لاحظ هذا البيز مو بعيبني. تيجي تحت كلمة البيز في صورة هني، تضغط على الصورة يفتح لك شوف صفحة البيز، تشوف التغيير معي، بس تختار، اسمع البيز اللي تختاره، ما يعيب انك هذا تاخذ ثاني. شوف انا بخلي هذا، ترجع اكزت، بفتح معاه الايقاع، شوف تغيره. بروح عند الكورد، الكورد هذا الكورد مو بعايبني، نفس الشيء تحت كورد 2 تضغط على الصورة تفتح لك سيدة صفحة الأصوات، هذا الكورد مو عايبني، اسمع. بالطريقة هاي تدق اكزت ترجع، تقدر تغير الثمان تركات مال الايقاع بنفس الطريقة اللي قلت لك، وعقب تلعب فيه، لكن ما تقدر تسيف لان انت مو في صفحة الريكورد. الريكورد مثل ما شرحت مسبقا يخزن نفس المعدل، بس هني اثناء العزف. بهاي الطريقة علمتك كيف تعمل ريفويس حق الايقاع وتغير فيه.